ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وجينا للفقره اللي حضراتكم بتحبوها وخصوصا السيدات، وهي فقره المطعم مع منى. وزي ما عودتكم يا اما بنجيب في فقره المطعم مع منى مطعم مميز او صفحه مميزه على الفيسبوك او حتى شيف مميز. النهارده معانا صفحه مميزه جدا، قد ايه بنفرح ان بناتنا الحلوين المميزات من صعيد مصر وبيعملوا حاجات مميزه جدا. دخلت صفحتها، عجبني مأكولاتها، عجبني روح البهجة اللي موجودة على الصفحة، دقت أكلها اتجننت عليه. النهاردة معانا ومعاكم شيف مميزة جدا، وهي شيف هبة زكريا، صاحبة صفحة فسحة هبة للأكل البيتي. فسحة، أنا كنت فاكراها فسحة. فسحة هبة. فسحة هبة. ازيك يا شيف؟ ازيك، عامله ايه؟ متربيك ايه؟ يعني ايه فسحة؟ الفسحة دي بيقولوا عليها زي في الصعيد كده، اللي هي المكان اللي بيبقى الواسعة كده اللي بيقعدوا فيها يتلموا عشان الأكل ايوه، قعدة ستات بقى وتقعدوا وتنموا وتعالي ولنا. فهو في ناس فاهمة كانت بتبقى يعني بتقراها غلط فسحة، بس هي فسحة. أنا كنت قاريها فسحة. لا، هي فسحة، حاطين عليها التشكيل كمان عشان تبان. ما شاء الله. بس هي جت الفكرة من كده يعني. طيب قولي لي بقى، أنتِ من صغرك بتعملي اكل، ولا انت دارسه، ولا انت عندك هوايه؟ جات لك الفكره ازاي؟ بصي، اصلا انا خريجه معهد فني تجاري، وكنت اتجوزت وقعدت في البيت بقى. طب اشتغلي الفكره. بتتكلمي. احنا دلوقتي قبل ما واحنا بنتكلم، انا هعمل النهارده هعمل كبده. كبده اسكندراني، بس بتركه كده زياده، ما يعني هنزودها شويه كده، هنقول عليها يعني زي حاجه بتحلي الكبده وتسويها حلو وبتخليهاش تشد معايا. قوليها لنا يلا. طيب احنا هنبدا الاول، هنا هتبل الاول الكبده. هي انهي عين بس اللي شغاله؟ دي تقريبا. طيب تمام. دلوقتي انا جايبه نص كيلو كبده. اوكي تمام. هحط عليه بقى التوابل بتاعتي. ايه بقى التوابل اللي هتحطيها؟ التوابل العادية. الأول هنجيب كبدة اسكندراني. كبدة اسكندراني متقطعة. كبدة عادية من عند الجزار. تمام. متقطعة بقى عصافير صغيرة، أنا بقصها بالمقص، وهي يعني صغيرة. بجمدها الأول. متقطعة جاهزة. تمام. فالتوابل اللي أنا هحطها كلها، أنا عاملة هنا خلطة كده عبارة عن كمون وكزبرة ناشفة وملح وفلفل أسود بس. كمون وكزبرة ناشفة وملح وفلفل أسود. تمام. تمام. أنا هاخد من التتبيلة كلها كده. ايوه، هاخد حوالي على النص كيلو، حوالي معلقه ونص من كله يعني. جميل. تمام. وهقلب طبعا. المفروض ان انا لسه هضيف، عشان احط لسه الثوم والحاجات دي، ولا لسه لما نشوحها الاول؟ لا، لسه كله، انا كله هحطه مع بعضه يعني، حاجات ني زي ما بيقول. اوكي تمام. وهاخد هنا معلقه كبيره من الثوم، يعني هي الكبده اصلا بتحب الثوم كتير. المقادير يا جماعه مشاهدينا الاعزاء، المقادير كلها موجوده على الهواء. احنا هاخد بقى الثوم، حوالي معلقه ونص كبيره من الثوم مفروم. جميل. تمام. وهاخد خل. اوكي. حوالي يعني نقول ربع فنجان صغير. جميل. على نص كيلو. جميل. هقلب. قولي لنا بقى، الكبده انت بتطلعيها من ضمن الاكلات اللي انت بتطلعيها؟ هي تعتبر دلوقتي اكتر اكله مطلوبه عندي، يعني هي من ان هي خلاص، ان انا خليتها كانها زي اكل بره كده جاهز. الزيت هيتحرق. ماشي يا شيف، يلا. اوكي طيب. تمام. احنا كده حطينا ايه؟ الخل. هزود شويه. تمام. تمام. وفي كمان ليمون. ليمون. جميل. ده تتبيله محترمه بصراحه. لازم تشيل اي زفرة. اهم حاجه احنا قبل اي حاجه، ان انا الكبده دي ما بتتغسلش، ما بنغسلهاش لما بنجيبها، وما ينقعهاش في اي حاجه يعني. أيوة. انا بجيبها بقطعها، او بتبقى هي متقطعه جاهزه، وابتدي بقى اشتغل عليها على طول. اهم حاجة. وتسويها على طول. يعني مش تتبلي وتشيلي اي، يعني حتى المعالق اللي انا بشتغل بيها لازم تبقى ما فيهاش اي نقطه ميه. اي نقطه ميه بتحصل الكبده، خلاص يبقى كده الزفاره اشتغلت فيها على طول. تمام. فانا دلوقتي هعصر مثلا نص ليمونه، مش هاخد كتير، عشان انا لسه هضيف حاجه تانية دلوقتي عشان ما تحدقش معايا. تمام. تمام. بتقدمي ايه بقى اطباق تانية في المطبخ عندك؟ كل الاطباق بقى، الشرقي، الحاجات المحاشي. بصي، الحاجات اللي هي بتاعتنا يعني، اللي احنا متعودين عليها. اكل شرقي. اكل شرقي، وبعمل الغربي طبعا، بس بيبقى حاجات للناس اللي بقى اتعودت، الناس اللي عايزه تجرب حاجه جديده يعني. لكن الاصلي دلوقتي انا هضيف ايه بقى المكون اللي عندي دي؟ مياه غازيه.
بيبسي يعني 7 اب، 7 اب او او يعني سبرايت. تمام. حوالي ربع برضو كوبايه. دي بقى مش بضيفها، بصي الفوران، هي عملت فوران اهي. لا 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 لا، دي حاجه دي بقى مش بضيفها انا غير ايه يعني. وانا خلاص بقى هسوي. تمام. بعد يعني ما تقلبي كل ما احطهاش فيها واركنها. ممتاز. تمام. ممتاز. ميزتها بقى ايه؟ ان هي بتخلي الكبده تستوي معايا حلو على النار، ما بتاخدش وقت. بتضيع زفاره. تمام. خلي مفيش اي زفاره خالص في الكبده. ده سر جديد ده. بصراحه ولما جربتها يعني خلت الكبده معايا تبقى يعني كانها زي بره بالظبط، ما تفرقهاش عن بره. تمام. هبتدي انا دلوقتي بقى. هسوي. اوكي. ده زيت. ده زيت. تمام. تمام. هو المفروض ان انا بسوي عندي في البيت بحط زيت كتير. بس انا عشان الطاسه طبعا صغيره فانا ايه هنشوح بس. هنشوح. هاخد نص الكميه مثلا. تمام. اهي هو هي العندي مش شغاله صح؟ لا حطيها على العندي اللي كانت شغاله. اوكي. تمام. هو المفروض يبقى الزيت يبقى سخن وتنزل الكبده ايه؟ هي الطشه دي هي اللي بتخلي هي الطشه هي سر يعني هي دلوقتي اهي ابتدت تسخن. هي المفروض ما شاء الله. احلى بقى كبده اللي هي بقى في الطاسه الثانيه. يعني بيبقى الزيت سخن وخدت بقى من طعم الكبده الاولانيه للطاسه الاولانيه، فالطاسه الثانيه بتطلع احلى. يعني انت قصدك انك بتحمريها اكنك بتحمري مثلا بطاطس. ايوه فهمتك كده. تمام. وبطلعها بمصفى. جميل جميل. تمام. ممتاز ما شاء الله. بس هي يعني ما بنسيبهاش كتير، يعني هي يا دوب لونها بيتغير كده ونحس ان هي خلاص دخلت في السوى. الريحه يامي يامي. مشاهدينا الاعزاء، للتواصل مع صفحة فسحة هبة للأكل البيتي انا هجيب بس والأرقام كلها موجودة على الشاشة، وصفحتها على الفيسبوك والإنستجرام وكل وسائل التواصل مع شيف هبة زكريا. بجد يا شيف الوقت مع حضرتك جري بسرعة جدا. ربنا مشاهدي الأعزاء، خلاص فقرتنا انتهت وحلقتنا كمان انتهت. إن شاء الله أشوفكم في نفس الميعاد الجمعة الجاية وحلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم. أشوفكم على خير.